السابع في كل مكان. برحب بيكم في لايف جديد من محافظة الشرقية. احنا محافظة الشرقية بتشهد يعني طفرة في مشروعات قومية وتنموية في إطار برنامج رئاسي حياة كريمة. احنا معانا الدكتور اللواء إبراهيم محمد متولي في وزارة الطب البيطري اللي هيكلمنا عن مشروعات حياة كريمة اللي بيتم بتنفذها المديرية في محافظة الشرقية في الكرة حياة كريمة. مرحب بحضرتك على اليوم السابع يا فندم، ولو حضرتك تكلمنا عن المشروعات اللي بيتم تنفيذها وبتشرف عليها القوافل البيطرية في إطار مشروع حياة كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذا اللقاء الشيق مع اليوم السابع، أحد المواقع الإخبارية اللي هي بتلقى رواج وبتلقى إقبال من ومصداقية من كل الناس. حضرتك بالنسبة لحياة كريمة داخل محافظة الشرقية، طالت حياة كريمة داخل محافظة الشرقية مركز الحسينية في المرحلة الأولى. بالنسبة لمديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري، هناك مجمعات زراعية داخل حياة كريمة، 10 مجمعات زراعية داخل حياة كريمة في مركز الحسينية. تم تدشين فيهم حوالي 6 وحدات بيطرية جديدة داخل هذه المجمعات الزراعية. المجمع الزراعي هو عبارة عن وحدة بيطرية، عبارة عن جمعية زراعية، عبارة عن مركز إرشاد زراعي فرع للبنك الزراعي إذا لم يوجد داخل محافظة داخل القرية، أو بالإضافة إلى كمان مركز مركز لتجميع الألبان داخل المجمع الزراعي. عايز أقول أن محافظة الشرقية من أوائل المحافظات في جمهورية مصر العربية، وخاصة في مجمعات الزراعية، تم الانتهاء بنسبة 99% لكل المجمعات الزراعية. ده ذهبنا بعيدا ان تم استلام 4 مجمعات زراعية بنسبة 100% داخل محافظة الشرقية، اللي هي المجمع الزراعي في سماكين الغرب وجزيرة سعود والإخيوة وقهبونة تم استلامهم. باقي المجمعات سوف يتم استلامهم بعد العيد بإذن، عيد الأضحى المبارك بإذن الله، أعاد الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كمان المرحلة الثانية داخل حياة كريمة، هناك 5 مراكز يتم تدشينهم داخل حياة كريمة في محافظة الشرقية ضمن المرحلة الثانية، وهم مركز بلبيس وابو حماد وديار بنجم. هذه المراكز احنا طبقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو توجيه القوافل العلاجية وتوجيه رعاية الحيوانات للقرى الأكثر فقرا. داخل مركز الحسينية احنا عملنا 13 قافلة علاجية مجانية داخل محافظة الشرقية، تم علاج الحيوانات والدواجن في القرى الأكثر فقرا. بالنسبة للمرحلة الثانية احنا بنستبق الأحداث، احنا داخل هذه القرى احنا عملنا 5 قوافل علاجية داخل هذه الخمس مراكز. عايز اقول لحضرتك احنا عملنا في أولاد صقر في الإبراهيمية، عملنا في بلبيس، عملنا في الأورين في أبو حماد، عملنا كمان في أنشاص الرمل مركز بلبيس. ده كمان القافلة العلاجية اللي اتعملت في أنشاص كان لأول مرة التعاون مع جمعية مستشفى بروك اللي هي المختصة برعاية الفصيلة الخيلية. دي كانت أول مرة وجود هذه المستشفى اللي تعتبر من أقدم المستشفيات داخل جمهورية مصر العربية، اللي هي ليها 7 داخل محافظة الشرقية وليها فرع في كل دول العالم. فأنا بقول لحضرتك لأول مرة جات محافظة الشرقية وعملنا قافلة علاجية في قرية أنشاص تابعة إدارية لمركز بالبيس والتابعة فنيا لمركز مشتول السوق. طب يا فندم، لو تكلمنا كمان عن جهود القوافل العلاجية في التحسين الوراثي وتمصير السلالات الأجنبية في
قيادة رأس الماشية في المحافظة. طبعا ان حركة ده احد المشاريع اللي دشينها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو التحسين الوراثي وتمصير السلالات المصرية، ده للاستفادة من التلقيح الاصطناعي، لان التلقيح الطبيعي يعني يعتبر من يعني من الطرق القديمة، فالتلقيح الاصطناعي بقصيبات السائل المنوي من السلالات المتأقلمة مع الاجلواء المصرية والعالية الانتاج سواء في انتاج اللحوم او انتاج الالبان، ده بيتم داخل حوالي 130 مركز ونقطة للتلقيح الاصطناعي داخل مديرية الطب البيطري بالشرقية. الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد امدت هذه النقاط وهذه المراكز بالكلام الخاصة بحفظ قصيبات السائل المنوي وحفظ النيتروجين ومسدسات التلقيح الاصطناعي، بالإضافة أن تم توريد وتركيب خزان لسائل للنيتروجين السائل اللي بيستخدم في حفظ قصيبات السائل المنوي بديوان عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية. كل هذه الآليات من أجل الثروة الحيوانية في مصر وتطوير الثروة الحيوانية في مصر، بدل ما الحيوان الطبيعي أو البلدي إن هو بيجيب 4 كيلو من اللبن، لا ده الحيوان الخليط ده بيجيب حوالي لغاية 20 كيلو وهو بيأكل نفس الأكل، وبدل ما بيزيد بالنسبة للعجول بيزيد حوالي 2 من 10، لا ده بيزيد حوالي 8 من 10 من الكيلو يوميا هذه السلالات. والحمد لله رب العالمين القوافل العلاجية دي كان بتبقى فرصة في ان احنا عن طريق الندوات الإرشادية بنوعي أهالينا بالمشاريع القومية، ومنها مشروع التحسين الوراثي وتمصير السلالات الأجنبية. نشكر حضرتك على كافة التوضيحات. كنا معاكم من الشرقية إيمان مهنا، التقينا باللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل وزارة الطب البيطري اللي حدثنا عن جهود المديرية في مشروع حياة كريمة وكمان تطوير المجازر في محافظة